مشاهدينا الكرام، كما تتابعون في هذه الصور لحظة وصول الوالي السابق عبد القادر زوخ إلى مقر المحكمة العليا على متن سيارته الخاصة. إذن مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون هذه صور لحظة وصول الوالي السابق ولي العاصمة السابق عبد القادر زوخ إلى مقر المحكمة العليا للمثول أمام القاضي المحقق. إذن زوخ سيرد على الاتهامات المتعلقة بمنح أوعية عقارية لرجل الأعمال علي حداد، في انتظار أيضا وصول والي البيض الحالي محمد خنفار، والذي هو الآخر سيمثل